ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه، this is your plan إن شاء الله. We are gonna memorize, recite سورة الهمزة and take a new lesson how to pronounce words with short vowel كسرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جزاك الله خيرا أيوب. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.